تمكنت مصالح أمنية الجزائر ممثلة في الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية حولها بأمن المقاطعة الإدارية بئر مراد ريس من معالجة قضية تكوين عصابة أحياء قامت بنشر الرعب وسط أحياء سكنية الحيازة والمتاجرة وترويج مؤثرات العقلية، حيازة أسلحة بيضاء محظورة من الصنف السادس دون مبرر شرعي، وتبعا للتحريات التي باشرتها ذات المصلحة تحت إشراف النيابة المختصة إقليميا أفضت العملية إلى توقيف 6 أشخاص مشتبه فيهم تتراوح أعمارهم ما بين 20 و35 سنة مسبوقين قضائيا ينحدرون من ولاية الجزائر، كما أنه بعد تنفيذ أذونات بالتفتيش لمساكن المشتبه فيهم أفضت العملية إلى الضبط 510 كبسولة مؤثر عقلي، 26 سلاح أبيض من مختلف الأنواع والأحجام، شماريخ نارية، كلب مدرب، 8 هواتف نقالة، مبلغ مالي من عائدة المتاجر بالمخدرات المقدر ب 66500 دينار جزائري. بعد استكمال جميع الإجراءات القانونية سيتم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة إقليمياً.